اختتم تدريباته في ملعب مختار التتش، دخل المعسكر استعدادا لهذه المباراه. معنا من ملعب التتش الزميل شريف شعبان موفد قناه الاهلي الى ملعب التمرين. يمكن دي لقطات من تمرين الامس، تمرين الفريق النهارده ما تصورش، الجهاز الفني يحيط الامور كلها بشيء من التركيز، لكن دي جوانب من تدريب الامس. وشريف شعبان من ملعب التدريب عشان يحطنا في الصورة كاملة ويطمن حضراتكم. شريف مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، وياريت تحطنا في الصورة الكاملة في آخر تمرين للأهلي. مساء الخير أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك طبعا والمهندس عدلي القيع ولكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. يمكن التمرين النهاردة كان الساعة 6 مساء عكس امبارح كان 5 مساء. يمكن الجو امبارح حرارة الجو مستر كرر يمكن أخر النهاردة تمرين ساعة، ولكن النهاردة الحمد لله الجو كان ولا أروع ولا أجمل. يمكن التمرين قبل بدايته كان في قراءة الفاتحة في وسط ملعب التتشي من الجميع، ويمكن كولر حذر من خطورة فريق مازيمبي وان ما زال عنده فرص قوية جدا 50-50، وحذر لاعبي النادي الاهلي من اي استهتار او اي استهانة، ومن اول دقيقة لازم يكونوا حريصين عشان يخلصوا الجيم. النهاردة مران كان قوي جدا جدا بعد التمرينات البدنية اللي عملها الجهاز الفني. بدأ بقى مستر كرة بيوقف اللعيبة بعض التكتيك اللي ممكن يستعين بيه بكرة، بعض الجمل، بعض الكرات الثابتة، يطلعوا ازاي بالكورة، يقف امتى، يطلع امتى، بعض الحاجات الفنية النهاردة كولر اشتغل عليها. النهاردة كمان شارك اللعيبة من العائدين من الإصابة، حسين الشحات، محمد الشناوي، الوديانج، إمام عاشور، مروان عطية، يمكن لعيبة النهاردة شاركت ويعني وأعلنت جاهزيتها عكس مروان لسه ما جهزش 100%. ياسر إبراهيم لسه هيخش بعد هذه المباراة. مين ممكن كولر يستعين به؟ الله أعلم، ولكن هو عنده أزمة كبيرة جدا في حراسة المرمى، عنده إصابة لحمزة، عندنا مشكلة طبعا الزنفولي غير مقيد أفريقيا، ممكن يستعين بحارس من الشباب، ممكن يستعين بحارس من الكبار، لسه كل ده هنعرفه طبعا. ان مستر كرر من المدارس اللي ما بتحبش تعلن القايمه قبليها بيوم، ولا حتى بيحب يعني يبين اوراقه لكل المتابعين للمران، ان المران بيبقى سري ومقفول ومن النادر حد يخش يعني يخش يتفرج على المران. ولكن طبعا حفاظ النادي الاهلي قدرنا نبص على المران، ولكن حرصا على السريه، منتظرين باذن الله كل او بندعم طبعا الجهاز الفني ان بكره باذن الله يكون الفوز من حليفنا باذن الله ونوصل الى النهائي باذن الله. شريف، اعتقد من بدايه الفريق، من بدايه التدريبات بعد العوده من الكونغو، المجموعه العائده من الاصابات الحمد لله كلها دخلت في التمرين وكلها في المتناول، ومستر كولر يقدر يستعين باللي عايزه منهم. ثلاث اربع خميس ثلاث تمرينات، شارك حسين الشحات، محمد الشناوي، قالوا دي جامع عاشور. لو حب يستعين من احد الاسماء دي مليون في الميه مليون في الميه هيكونوا جاهزين، ان خدوا كذا جرعه تدريبيه. تمام، فدول اي حد من دول من القرار للخواجه بعد كده. الله ينور عليك، قرار للخواجه اي حد يستعين منهم، وغالبا ممكن تلاقي واحد ولا اثنين، ممكن حد يخرج من اللي كان موجود، فممكن بكره في مفاجات من اللي كان موجود او حاجز في التشكيله الاساسيه او في القائمه، ممكن تلاقي واحد او اثنين خرج، واحد او اثنين دخلوا من قائمه المصابين يعني. طيب الاجتماع الفني النهارده اخباره ايه؟ الاجتماع الفني اصفر عن الاهلي، هيلبس طبعا التيشيرت الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر، والحارس المرمى هيلبس طقم ازرق، يمكن مازيمبي اسود في ابيض وشورت اسود، وحارس المرمى هيلبس طقم اخضر. يمكن طبعا بكره الجماهير 50,000 متفرج، جماهير النادي الاهلي كالعاده يعني ما عمر النادي الاهلي ما طلب جماهيره الا ما يكونوا موجودين. المقصوره، دخول المقصوره والدرجه الاولى على رشدان، الدرجه الثانيه والثالثه شمال صلاح سالم، والثالثه يمين بوابه النصر. يا رب باذن الله بكره يكون الفوز من نصيب النادي الاهلي. النادي الاهلي دخل معسكر في احد الفنادق الموجوده او القريبه من استاد القاهره، باذن الله يكون بكره اليوم كله اهلاوي، باذن الله كلنا نفرح بكره باذن الله ان شاء الله. الاجتماع الفني بتاع المباراة الذهاب كان عاصف جدا، وكان الاهلي له شكاوي كتيره من الفريق الكونغولي في الاقامه والتحرك والتدريبات. هل الجانب الكونغولي كان عنده اي تحفظ او اي شكوى من اي حاجه هنا؟ يا بخت اي حد يشتغل مع النادي الاهلي او يشتغل مع حاجه الاهلي بينظمها. النادي الاهلي من اول الفندق في استقبال البعثه، في توفير الباصات، في توفير عربيات الفي اي بي للفنادق، لكل حاجه للتمارين، النادي الاهلي بيقابل الناس كلها بكرم ضيافه وبترحاب،
فعمري ما فريق يشتكي من النادي الاهلي ولا باستقبال النادي الاهلي. فطبعا النهارده الاجتماع الفني ما حدش قدر يتكلم على استقبال النادي الاهلي ولا الاجراءات اللي النادي الاهلي عاملها، لان الاهلي شايل كل ضيوفه على دماغه. إذن المعامله مش بالمثل، يعني كانوا البعض بيطرح وبيقترح ان الاهلي بيتعامل بالمثل، لكن واضح جدا ان الاهلي بيتعامل بنظامه هو وسياسته هو. تعامل بالقيمه. كبير افريقيا بيتعامل مع الكل ان هم يمكن اصدقاء واخواته، فالاهلي عمره بيعامل بالمثل. الاهلي كبير ودايما الكبير يعامل الناس معامله الكبار. التصريحات بتاعه المدير الفني للفريق الكونغولي لامين انداي في اي تعليق عليها؟ مستر كورر اشتغل عليها النهارده وحذر منها من مع لعيبه النادي الاهلي، واستشهد في ماتش بترو اتلتيكو، ومستر كورر النهارده كان بيتكلم عليها بشكل صادم وبشكل حديه، ان يا جماعه الماتش ما خلصش، الماتش لسه 50-50، الفرقه قويه جدا، الفرقه كان مصطفى شوبير انقذ اكثر من هدف، فما ينفعش نستهين بيها، الراجل جاي والراجل مصمم على الفوز، فاحنا لازم نقابل الكلام ده من اول دقيقه، لازم ما نحرجش جماهيرنا في اللي هتكون موجوده في الملعب، لازم من اول دقيقه نضغط على الفريق الخصم ونحاول نحرز هدف مبكر نربك حساباته. كولر النهارده اتكلم بقوه وبصرامه مع لعيبه النادي الاهلي، وباين وجوه لعيبه النادي الاهلي في التمرين ان هم مركزين 100%، اهم حاجه بس بكره كنت فيه موجود، وباذن الله اللي النهارده عمله في التمرين يتنفس بكره، هنكسب باذن الله. ان شاء الله يا شريف، كل التوفيق باذن الله. شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا للزميل شريف شعبان، موفد قناة الأهلي إلى ملعب التدريب، وأعتقد التطمين كان كافي جدا على الجاهزية الكاملة لكل العناصر، على الكل المتاح لمستر مارسيل كولر، وأيضا على التحضيرات الذهنية والمعنوية المهمة للجهاز الفني للعيبة من خلال التمرينة الأخيرة اللي بعدها الفريق دخل المعسكر المغلق. وإن شاء الله كل التوفيق بكرة يا باشمهندس. إن شاء الله إن شاء الله يا أستاذ إبراهيم.